احيانا كده البواب لما بيفتح لك باب العماره او بيطلع لك حاجه يعني البيت عندك او كده بيبقى مستني اطراء، بيبقى مستني كلمه حلوه، او بلغه الرئيس عبد الفتاح البواب انه ياخد اللقطه. السيسي حس ان صفقه الأسرة ممكن تتم، وبعدين لما بايدن يقول في الخطاب بتاعه انه اتصل بيه او انه كان في دور مصري، والراجل الانصاري المتحدث باسم الخارجيه القطريه يقول ان كان في دور مصري، حس ان القصه الناس مش هتصدقها. فقرر الرئيس عبد الفتاح البواب انه يكون له دور حقيقي. مين اللي كشف الدور ده؟ اصحابه في اسرائيل، قناة كان العبرية كشفت لنا بالتفصيل اللقطة اللي سعالها عبد الفتاح البواب عشان يبقى في الصورة بتاعت صفقة الاسرة. بس فكرة انك تطلع لقطة لنفسك كنظام من جوه صفقة التبادل بالشكل ده وانت اصلا ملكش دور من الاول، يعني انت من اول يوم ما بتعملش حاجة، ولا بتتواصل مع حماس كويس، ولا عارف تفتح المعبر، ولا عارف تدخل مساعدات، ولا عارف تدخل مسؤولين، ولا عربيات اسعاف، ولا عارف تستقبل جرحى، اسرائيل مدياك على عينك، بص وضعك طين من اول الحرب، بيحاول يعمل نمرة وهو مش موجود، قطر بتقول وساطة مصرية، بايدن بيقول وساطة مصرية مش كفاية. بس لما كل وكالات الانباء في اللحظة الاولى للدفعة الاولى لتبادل الاسرى بعد 50 يوم حرب تلاقي كلمة مصر كده منورة ومعبر رفح، هو ده. فيوما بعد يوم بيثبت لنا هذا الرئيس البواب انه بيتعامل مع اي حاجة، فلسطين، مصر، اي حاجة بفكرة اللقطة. احنا عايزين ناخد لقطه. في مقابل ده ايه؟ قد يكون في مقابل ده انه طلع قال دوله منزوعه السلاح، قد يكون في مقابل ده انه قال انا هاجي بقوات مصريه عشان اشرف على الامن في فلسطين. خلي بالك، ما هو ما فيش حاجه اسرائيل هتعملها للسيسي من غير مقابل، يعني انت هنا مش داخل كدور وسيط. يعني جميل يا جماعه ان مصر يبقى لها دور، والله انا هكون مبسوط ان بلدي ليها دور وساطه في المنطقه، هكون مبسوط وفخور ان بلدي قادره انها تكون وسيط في وقف إطلاق نار وفي وقف الدماء وفي وقف العدوان عن الشعب الفلسطيني. بالعكس، ده دور أنا هفخر بيه. دايما مصر لما تتدخل في حاجة تخص إخواتنا في فلسطين وتقدر إنها توقف إسرائيل، دي حاجة أي مواطن مصري يكون فخور بيه. لكن مش ده الدور المصري، دي مش مصر يا جماعة. لو حد فرحان إن إحنا دورنا إن إحنا بنطلب من إسرائيل تعدلنا الرهائن عندنا نص ساعة ويلفوا من المعبر التاني ومتخيل ده دور عظيم، فأنا آسف، أنا بقول لحضرتك أنت محتاج تراجع نفسك، لأن مصر أكبر من كده.